عدنا مجددا مشاهدي الكرام واستوديو الجزائر مستمر معكم في جزئه الختامي لهذه السهرة. طبعا قبل الفاصل كان البروفيسور بقات بركان يتحدث حول الدخول المدرسي وأيضا حول فتح النقل بين الولايات والنقل الجوي من الخارج وإلى الخارج. طبعا الآن نعود إلى التعليم العالي طبعا رفقة الأستاذ عبد الحكيم أيدزي وهو مدير فرعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالدراسات بالمدارس العليا. أهلا بك أستاذ مرة أخرى. طبعا الآن كنا نتحدث حول طريقة يعني اختصار يعني اختتام السنة الجامعية المنصرمة ويتم هذا عبر عدة أفواج، يعني فوج يجي ويكمل السنة الجامعية تاعه ويجري اختباراته وبعدين يعوضوا فوج، العملية تجري عبر مراحل وهذا كله من أجل احترام التدابير الصارمة المتعلقة بالبروتوكول تاع كوفيد 19 ويكون تدريب ويكون أيضا تدريب كيفاش راح نفوتوا السنة الجامعية. السنة الجامعية الآن كاين اختتام تاع سنة جامعية وافتتاح سنة جامعية جديدة. الافتتاح تاع السنة الجامعية الجديدة متعلقة بدخول جامعي للمتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا. هادو لازم يعرفوا أيضا أنهم معنيين بعض الأمور اللي حين يقوموا بها. الأمر الأول هو التسجيل الأولي، عندهم ثانيا التوجيه، ثالثا التسجيل النهائي. عادة الطلبة تأقلموا مع هذه الشهادة أنهم التسجيل الأولي والتوجيه تتم عبر الخط دائما، هذه منذ سنوات التسجيل النهائي عادة يتم حضوريا في الجامعة في شهر سبتمبر. الطالب يروح بالملف تاعه ويحطه في الجامعة والجامعة يعطيه الشهادة المدرسية وينتظر بعد الأيام مع تبدأ السنة الدراسية حضوريا مباشرة. هذه السنة هذه خلافا للسنوات الأخرى أنه حتى هذا الأمر اللي يتعلق بالتسجيل النهائي سيكون حصريا عبر النمط الرقمي. هذا هو الجديد هذه السنة هذه. إذن التسجيل الأولي التوجيه والتسجيل النهائي رايح يكون عبر الخط مباشرة. كيف ذلك؟ الطالب معني أنه يروح للمنصة الرقمية تاع وزارة التعليم العالي باش يسجل فيها ولا يدير فيها تسجيل أولي تاعه. رايحين نقولوا كيفاش راح يكون التسجيل الاولي بالتفصيل على كل حال. دونك يتم التسجيل تاعو الاولي عبر في المنصه، ثم تتم عمليه التوجيه عبر عمليه معالجه الكترونيه وتمد له النتائج تاع التوجيه تاعو وين يعرف الطالب الى اين وجه، اسكو الى جامعه ولا الى مدرسه ولا الى مدرسه عليا حسب الاختيارات تاعو اللي وضحهم في التوجيه الاولي. ثانيا يروح للجامعة نورمالمون لازم يتقدم للجامعة باش يحط الملف تاعه ويدير تسجيل نهائي. هذه المرة هذه راح يدخل عبر منصة خاصة وين يقوم مباشرة بتفعيل التسجيل النهائي تاعه بلا ما يتقدم إلى الجامعة. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية التسديد تاع الرسوم تاع التسجيل، عادة أنه الطالب يروح للجامعة ولا يروح للمركز تاع البريد ويقوم بالتسديد تاعه ويعاود يجيب الحوالة. هذا العام حصريا راح يقام عبر منصة إلكترونية، دونك الدفع راح يكون إلكتروني بالنسبة لهذا الرسوم. إضافة إلى ذلك كاين حاجة أخرى مال في الطالب يديرها حضوريا هي الأيام المفتوحة. دونك في السنوات الماضية كل جامعة تنظم أيام مفتوحة يروح حتى يزور الصرح الجامعي، يلتقي بأساتذة، يلتقي بناس يعرفوه ويشوف قبل التسجيل الأولي هذا الشهادة حتى يتعرف على كل الشعب والتخصصات المتوفرة في الجامعة حتى يتسنى له يقوم باختيار لازم اللي يحبه هو للمستقبل تاعه. هذه السنة هذه حتى الأبواب المفتوحة هذه رايحة تكون فيرتوال، دونك رايحة تكون عبر الخط عبر منصة إلكترونية. وكاين الناس حتى يخطبوا إلكترونيا؟ نعم رايحة تكون حاجة جديدة هذا العام هذا، دونك رايح يكون دخول أبواب إلكترونية مفتوحة. أبواب إلكترونية مفتوحة نعم، وين تمد كل المعلومات اللازمة للطالب حتى تسهل له عملية الاختيار تاعه. هذا الأمر هذا خاص بالدخول الجامعي. الآن الطالب هذا الجديد هذا عنده منشور لازم يطلع عليه لأنه تحصل على شهادة بكالوريا جديد. هذا المنشور هذايا فيه كل الشعب والتخصصات والميادين المتوفرة عبر كل مؤسسات الجامعة، دونك يقدر يتعرف على كل مؤسسة الجامعية وشن هي الشعب والميادين اللي توفرها هذه المؤسسة الجامعية وشن هو الفرق بالدراسة داخل مدرسة عليا ولا داخل مدرسة عليا للأساتذة أو داخل معهد عالي.
هذا سي لو كونتينو. دونك واش كاين في المنشور هذا الجديد؟ المنشور يعني في النهايه انت حاب تقول استاذي انه ياخذ صوره واضحه عن الجامعات، عن التخصصات، عن كذا يسجل. يعني ما يقولش مثلا انا هذا العام ربما ما قدرتش نروح، راح نكون مغبون في هذه الناحيه وما نتلقاش المعلومات، وهذا اختيار مصيري ولازم نعرف. راح يعرف. دونك تكون الابواب المفتوحه عبر الخط، ويكون لو بورتاي دو باشولي اللي هو المنصه الخاصه بحاصل البكالوريا، بوابه الحاصل على شهاده البكالوريا الجديد، اللي تكون فيها ايضا كل المعلومات وكل لي زابليكاسيون، كل التطبيقات اللي تسمح له انه يحملها على الهاتف تاعو ولا على الحاسوب تاعو، اللي عبرها يقدر يتعرف على كل الشروط اللي لازمه باش يلتحق هو بميدان معين ولا بشعبه معينه. الان نتحدثوا على الجديد في هذا المنشور هذا، لان هذا المنشور سنويا كل سنه وزاره التعليم العالي تحضروا وتمدوا للطلبه، دونك تضعه في مناول الطلبه حتى يتمكن لهم باش يعرفوا كل ما يتعلق بالتسجيلات هذوما. الجديد هذه السنه هذه يتعلق بعده امور. الجديد الاول هو الغاء المعدلات الوطنيه. كاين حاجه مهمه اللي تسمح لي الاخ علي، لازم يفهمها الطالب الجديد ولا الحاصل على شهاده البكالوريا الجديد، لازم له يعرف باللي كل عمليه التوجيه مرتبطه على المعدلات المحصل عليها في البكالوريا، وكاين بعض الفروع اللي عندها شروط اضافيه المتعلقه ببعض المعدلات اللي تحصل عليها في بعض المواد الخاصه نظرا لطبيعه التخصص. نعم هذا هو هذا هو الامر. اذا الطالب لازم يدير فرق ما بين المعدل اللي يسمح له في المشاركة للترتيب وما بين المعدل اللي يسمح له بس يسجل في 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 شعبه او في ميدان معين. يعني مش شرط عندك المعدل هذاك وتجاوزته انك مقبول. هذا هو. اذا الطالب كي يشوف المعدل اللي يسمح له انه يشارك في الترتيب، حب يقول الطالب هذا عنده الحق انه يطلب هذا التخصص هذا. الان هذا التخصص هذا اسكو رايح يكون ما بين لي شوا تاعو ما بين الاختيارات تاعو لا حين يصحوا له ولا لا هنا يعني هنا عندك معدل يسمح لك للترشح بور ان كلاسمون للترتيب. الان بعد الترتيب راح تكون عندي معدل اخر، هو المعدل اللي يسمح بالتسجيل في ميدان معين او شعبه معينه. هذا المعدل هذا هو اللي يسمح بالتسجيل، ماشي المعدل الاول المتعلق بالمشاركه في الترتيب. هذه مهمه بزاف. الجديد الاول هو الغاء المعدلات الوطنيه. واش حاب يقول الغاء المعدلات الوطنيه الا باستثناء العلوم الطبيه. السنوات الفارطه كانوا 5 تخصصات متعلقين بالمعدلات الوطنيه. الهندسه المعماريه، علوم الاعلام الالي، عندك هذا يتعلق بالتسجيلات في الجامعه. عندك الهندسه المعماريه، علوم وتقنيات النشاطات البدنيه والرياضيه، علوم البيطره، المدارس العليا، والمدارس والعلوم السياسيه. السنوات الفارطه كانوا المعدلات وطنيه. واش حاب يقول؟ في كل مؤسسه جامعيه عبر الوطن اذا كان المعدل اللي يسمح بالتسجيل في وحده من هذه الخمس شعب هو مثلا 12.5 فهو معدل وطني. اي في كل مؤسسه جامعيه المعدل اللي يسمح لك باش تسجل في هذه الشعب هذه يكون معدل موحد. تم الغاء هذا المعدل. واش حاب يقول؟ حاب يقول كل مؤسسه جامعيه يقدر يكون عندها معدل تاعها من اجل التسجيل في تلك في ذلك الميدان او تلك الشعبه. نعطي مثال باش نسهل فقط. نقدر نحكم تخصص مثلا الهندسه المعماريه، كاين عده جامعات في الوطن الجزائري فيها هذا التخصص هذا. اذا المعدل الادنى من اجل المشاركه في الترتيب يكون موحد، مثلا يكون 13 من 20. كل طالب عنده معدل 13 من 20. انا نمدو مثلا، مانيش نقول واش كاين في المنشور، عنده 13 من 20 عنده الحق انه يترشح من اجل المشاركه في الترتيب للحصول على هاد الشعبه هذه. كل مؤسسه جامعيه راح يكون فيها ان كلاسمون ناسيونال، دونك ترتيب وطني،
وحسب الطلب، حسب طلب الطلبة. في الجزائر مثلا يقدر يكون جامعة الجزائر واحد، يقدر يكون هذا الفرع هذا اللي هو الهندسة المعمارية يحبس فيه المعدل 14، في باتنا مثلا يحبس 15، في سطيف يقدر يحبس 12 وما يلي إلى ذلك. حبي يقول المعدل الأدنى من أجل التسجيل في هذا الفرع، مش معدل وطني، ماشي معدل وطني، المؤسسة جامعية عندها معدل تاعها، معدل تاعها في الفرع هذاك ولا في الشعبة هذيك ولا في الميدان هذا. وعلى أي أساس يبني هذا المعدل؟ على مؤسسة، على أساس الترتيب اولا والطلب، والطالب الطلبه هذا هما المؤسسان. وبيان سور عمليه التوجيه تاتي بعمليه اليه، دونك سي الحاسوب هو اللي يتم بهذه عمليه التوجيه. كاين حاجه مهمه ايضا نكمل برك في هذا، على بالي ربما الطلبه اللي ان شاء الله راهم الان جوزوا الباك وراهم يستناو في النتائج، راهم هذه المعلومات مهمه جدا لهم، وخيار العمر واختيار العمر. الشعبه الوحيده ولا الفرع، والفرع الوحيد اللي قعد عنده معدل وطني هي العلوم الطبيه. دونك سوا ميدسين، دونك الطب ولا طب الاسنان، شيردون طب الاسنان ولا صيدله اللي هي فارماسي. هذه قعدت المعدلات وطنيه انه تسجل المعدل الادنى في مستغانم ولا في بشار ولا في ورقله ولا في باتنا ولا في الجزائر يكون نفس المعدل الوطني. هذه الخصوصيه الاولى. الحاجه الثانيه اللي مهمه وجديده في هذا المنشور هذا هي عدد الاختيارات اللي حتكون عند الطالب هذه السنه هذه. العام اللي فاتت عدد الاختيارات كانت اربع اختيارات، منهم لازم يكون فرع في الليسانس، وهذه الاربع اختيارات تتم عبر مرحلتين. هذه السنه هذه كاين فيه تغيير في صالح الطلبه. هاد السنه هذه عندنا اون فيش دو فو، دونك بطاقه رغبات، بطاقه رغبات اون فا دير ديناميك. واش حاب يقول؟ سا دير كو الطالب عنده الحق انه يعمر يسجل في تلك البطاقه عدد ادنى من الاختيارات اللي هو سته، وعدد اقصى اللي هو 10 اختيارات. ولازم يكون عنده اختيارين اللي هو ليسانس في الجامعه. هاد الشيء هذا علاش لازم يكون عنده اختيارين ليسونس في الجامعه؟ حتى نحاولوا نقصوا من عدد الطلبه اللي ما يكون عندهم حتى توجيه في نهايه التوجيه، معناتها ما يكون عندهم اوكين افكتاسيون في نهايه التوجيه. هذا ايضا طبعا هذه في قضيه الدخول الجامعي ان شاء الله تطلب الجود، ونتمنى وان شاء الله كل التوفيق كل الحظ هذه المره ان شاء الله الطلبه اللي يجوزوا البكالوريا الخاصه في هذه السنه. طبعا الان نتحدثوا كيف سيكون التعليم الجامعي هذه السنة، كيفاش راح يحضروا الطلبة وبأي صورة راح يحضروا الطلبة، وكيف تكيفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع واقع الكورونا الذي مثل ما نشاهد يعني أثر في كل القطاعات؟ كيف سيتعلم طلبة في الجامعات وفي المدارس وفي المعاهد هذه السنة؟ أولا الحاجة سؤال كبير. أولا الحاجة لازم نعرفها، كل هناك اقتراحات فقط كيفاش رايح تكون السنه الجامعيه وكيف ستسير هذه السنه الجامعيه الجديده هذه، هل هي حضوريا عن بعد فقط ولا كيفاش رايح تكون؟ نخلطوا بين كلنا على بالنا بلي الامور كاع متعلقه بالوضعيه الوبائيه وبيان سور بالقرارات تاع السلطات العليا للبلاد، هل تفتح ولا ما تفتحش. ولكن رغم عند ذلك تم وضع اقتراحات من عند وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، حيث انه تم اقتراح انه يكون بالنسبه للدراسه السنه القادمه ان شاء الله 2020-2021 يكون في نمط مزدوج. واش حاب يكون نمط مزدوج؟ يكون نمط يكون فيه الحضور، النمط الحضوري، وفي نفس الوقت يكون فيه نمط الدراسه عن بعد. كل الوحدات الاساسيه بالنسبه للشعب او الميادين رايح تدرس حضوريا، وكل الوحدات الغير الاساسيه دونك اللي نسميوهم حنا دو ديكوفيرت او ثانويه استكشافيه اللي تكون ثانويه، هادو رايحه تكون عبر الخط. الهدف من هذا الشيء هذا هو تقليل حضور عدد كبير من الطلبه في نفس الوقت في الحرم الجامعي، هذا هو الهدف. ايضا وزاره التعليم العالي راهي تعمل على فكره اخرى وهي تسجيل الدروس وتوحيدها على المستوى الوطني حتى تسمح للطالب انه يقدر يحمل درس معين لشعبه من معينه من اي جامعه ويقدر يشوفها، معناتها يقدر يتلقى الدرس تاعو في داره. الان كي يروح للجامعه باش يحضر حصه حضوريه، راح تكون حصه حضوريه متعلقه بالاعمال المجهه ولا الاعمال التطبيقيه، راح تكون عمليه كما نقولوا حنا لي في الحصول على الدروس. احيانا تجد شخص ما يقول لك والله عندي مشكل، انا عندي دارس في الجامعه واريد تحميل الدخول الى الموقع الجامعه الفلانيه والدخول
الدخول الى الكليه الفلانيه والماده الفلانيه، ومن فضلك يعني لو عندك انترنت مليحه يعني دير لي تيليشارجمون تاع درس عند الاستاذ الفلاني، هل هذا سيكون ربما يعني درس موحد يعني نعم. تخصص جامعه كليه ودرس موحد رايح يكون بعد الدروس اللي رايحة تكون موحدة بالنسبة لبعض الشعب وبعض الميادين. هاد الدروس هادو يتم تسجيل تاعها ويمكن التحميل. الآن الدرس كيكون أونلاين، معناتها الدرس كيكون عبر الخط، يمكن يكون أون سينكرون، حب يقول يحضر مع الأستاذ في نفس الوقت وفي نفس الساعة ويقدر يطلع الأسئلة تاعو وتكون تفاعلية مع الأستاذ تاعو. كاين طلبة اللي ما يقدرش يحضر في هاد أومود أسينكرون هذا لسبب من الأمين الأمين الأسباب. وأهم الظرف التقني. الآن الدرس هذاك يقدر يباتر أونروجستري ويقدر يحمل في 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 وقت آخر، وين الطالب يقدر يشوف الدرس تاعو في وقت آخر في الليل ولا الصباح ولا حسب الوضعية تاع الإنترنت يعني اللي حتكون عنده. هذه حاجة بث مباشر وتفاعل مباشر، هذاك المباشر راح يبقى محفوظ والطالب يشوفه ويطالع عليه في أي وقت. نعم، وش حبيت نشرح بالنسبة لبعض التخصصات. ماشي كل التخصصات عندهم الانتراكتيفيتي هذه. بالنسبه لبعض التخصصات يمكن تكون الكور هذاك الدرس هذاك يؤدى دون مانيير اسينكرون، حب يقول يحضر الطالب مع الاستاذ تاعو ويكون التفاعل هذاك. الان باغلب الطلبه اللي ما عندوش لا بوسيبيليتي هذه باش يكون عنده اون سينكرون يقدر يحمل الدرس تاعو اللي راهو مسجل ويقدر يشوفه من بعد. الان السؤال اللي يكون مطروح سي كو كاين بعض الطلبه في عندهم دي بروبليم داكسي ما يقدرش يدخل لاسباب تاع الانترنت ولا طبعا. حاجه اخرى. هنا كاين الجامعات اللي تلقاو تعليمات باش يفتحوا فضاءات للانترنت يوضعوها لصالح الطلبه ومجانا، صدر كي الطالب يقدر يدخل الى الفضاء هذاك ويقعد في حاسوب ويحاول انه يشوف الدرس تاعو اللي ما قدرش يشوفه حضوريا من قبل. هذه كلها حلول راهي مقترحه طبعا، هذه حلول والوزاره مقترح. نعم راهي تخدم عليها. دونك تسجيلات تاع الدروس راهي اونكور، العمليه تاع الدراسه عن بورد اون سينكرون اي اون سينكرون تمت ديجا في اختتام السنه الدراسيه الماضيه اللي هي 2019 2020، حتى ال 15 سبتمبر كانوا الطلبه يكملوا بهذا النمط. طبعا هذا ربما التعليم العالي او التعليم الجامعي ايضا مرتبط بامر اخر، والخدمات الجامعيه. نعم. الاقامات الجامعيه، النقل الجامعي ومختلف المرافق المرافقه، كيف سيتم التعامل مع هذا الامر خصوصا انه هذه الفضاءات هي ايضا سوف تكون خاضعه لشروط الكورونا ولاجراءات الكورونا. هناك تنسيق وطيد ما بين الجامعات وما بين المدراء تاع الخدمات الجامعيه، بحيث مثلا في اختتام هذه السنه الدراسيه هذه قلنا انه الطلبه يجوا للجامعه عبر دفعات، الدفعه الاولى الثانيه الثالثه حتى تتم اختتام سنه دراسيه، لهذا باش ما يكونش الحضور تاع الطلبه بطريقه كبيره في الجامعه. هناك تنسيق وطيد مع الخدمات الجامعيه، حيث انه القوائم تاع الطلبه المعنيين بدفعه معينه يقدموها للخدمات الجامعيه حتى تقوم بتحضير الغرف الجامعيه لهذه الفئه هذه، واسيوري واش حاب يقول صدر لازم يكون النقل الجامعي مضمون ما بين الاقامه الجامعيه والجامعه ولا المدرسه العليا. يعني ان شاء الله الامور ان شاء الله سوف تكون يعني جامعيه عندها خصوصيه. نعم. لكن هناك الكثير من الامور وكثير من السيناريوهات موضوعه. نعم. والامر مهم جدا هو التقيد بالبروتوكول اللي وضعته وزاره التعليم العالي مع وزاره الصحه فيما يخص الدخول الجامعي هذا والحضور تاع الطلبه داخل المؤسسات الجامعيه وما الى ذلك. كاين امر معين ايضا لازم يكون على بالهم به الطلبة، أنه كل مؤسسة جامعية عندها خصوصية تاعها، لأنه صح إحنا نمد وزارة التعليم العالي تمد البروتوكول كادر البروتوكول إطار أنه الدخول الجامعي يكون عبر دفعات وأسبوعين مراجعة وأسبوع امتحانات. الآن كاين بعض الخصوصيات اللي خاصة بعض المؤسسات الجامعية، شكون هي الدفعة الأولى اللي رايحة تجي، اسكو سي اللي راهم في أواخر
الدراسه تاعهم لم يحضروا في الاطروحات باش يدوا الشهادات تاعهم، ولا الطلبه تاع سنه اولى فقط، طلبه تاع سنه ثانيه. كل هذا كل طالب يتصل بالمؤسسه الجامعيه تاعو وتكون عنده كل هذه المعلومات. شكرا لك الاستاذ عبد الحكيم ايدزاي المدير الفرعي في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالدراسات بالمدارس العليا، شكرا جزيل الشكر على حضورك معنا. شكر ايضا للبروفيسور بقات بركان الذي كان معنا ايضا، وايضا للاستاذ نجيب بطام المحامي الذي كان معنا منذ بدايه هذه الحصه. كما اشكركم مشاهدينا على كرم المتابعه في حلقه اليوم، القاكم بخير، سلام الله عليكم.